يا مساء الفل ايفريبادي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بكم يا شباب في الحلقة الثانية من سلسلة الأزمنة. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الباست بيرفكت كونتينيوس، النهاردة هنتكلم على الباست بيرفكت بس اللي هو بيسموه الماضي التام. بص، هو جاي من اسمه، يعني امتى نستخدم ده؟ انت عامه مش هتقدر تشوف الباست بيرفكت دلوقتي الا لو لقيت مثلا حدثين عايزين بجرامر سكيل نستخدمها تقول ان في واحده منهم حصلت قبل التاني، او في حدث من الحدثين حصل قبل الحدث التاني. فخلينا نخش على الامثله على طول عشان خاطر يبقى الموضوع واضح. انا ممكن اقول مثلا يا مقرف ممكن اقول مثلا I went to the exam after I had studied. ده معناه ايه؟ ده معناه انا رحت الامتحان الاول ولا ذاكرت الاول، بالعقل كده يعني. لا، يبقى انا ذاكرت الاول بعد كده رحت الامتحان، يبقى I went to the exam after I had studied. ندي برضه example تاني، I called my mother after I had finished my homework. ده برضو معناه ان انا يعني كلمت ماما بعد ما خلصت الهومورك بتاعي او الواجب المنزلي. فده برضو اكد لنا نقطة ان الباست بيرفكت او الماضي التام انت مش بتستخدمه غير لو بس في عندك حدثين انت عايز تقول ان واحد فيهم حصل قبل التاني. غالبا برضو في طريقة السؤال بتاعه هتلاقي برضو في حدثين في الموضوع. ممكن مثلا اسأل واحد اقول له Did you travel to Egypt after you had traveled to Dubai? Did you travel to Egypt after you had traveled to Dubai? بالمناسبة هي دبي مش دبي، دبي بتاعتنا احنا كعرب يعني، فبنقولها بالعربي دبي، لكن بالانجلش اسمها دبي دبي. ويا ريت تتنك كده وانت بتقولها يعني، ودبي تحس في راسك كده دبي دبي. برضه طريقة النفي في الـ في الـ في الباست ده الموضوع مش صعب خالص، انت برضه تحط ان apostrophe t من غير اي اضافات خالص. خلونا برضه نحطها في example. I failed the exam because I hadn't studied. I failed the exam because I hadn't studied. بعيدا علينا كلنا يا رب، يعني اللي هو انا سقطت في الامتحان عشان انا ما ذاكرتش. ده حاجه بسيطه كده عن الباست بيرفكت. لو خدت بالك برضو احنا دايما في الباست بيرفكت بنستخدم هاد مع كل البرونامز، مع كل الضمائر، مش هتفرق يعني، مفيش حاجه مختلفه عن الثانيه، كلهم بياخدوا هاد. بعد هاد دايما بيجي باست بارتيسيبل بتاع الفيرب اللي هو الشكل الثالث من الفيرب. بتلاقي دايما الشكل الطبيعي للفيرب زي swim، الشكل الطبيعي بتاع swim. بعد كده لما نحطها في الباست العادي بتبقى swam، بعد كده في الباست بارتيسيبل بتبقى swum. فانت بس ميك شور او اكد ان شكل الفيرب وانت بتستخدم past perfect ان هو يبقى past participle او past participle عادي يعني. نيجي بقى لازاي نبني ال past perfect ده او الماضي التام في المجهول، يعني ازاي نتكلم عن حاجة حصلت بس مش عايزين نقول مين اللي عمل ده. ممكن نقول على سبيل المثال he had been shot before he called his wife. He had been shot before he called his wife. يعني هو اتضرب بالنار قبل ما يكلم مراته. احنا هنا ما ذكرناش مين اللي قتله بالظبط او مين اللي ضربه بالنار يعني، ولكن احنا قلنا بس ان الحدث ده حصل قبل حدث تاني. زي ما قلنا احنا بنستخدم في الباست بيرفكت لما يكون عندنا حالتين او حاجتين حصلوا في الباست بس حاجه منهم حصلت قبل التانية. فزي ما احنا شايفين في الحته بتاعت الباسيف او لما ابتدينا نبنيها للمجهول، ضفنا على بعد هاد كلمه بن. انت ممكن بعدها تحط حاجه من الاثنين، يا اما الباست بارتيسيبل وفي الحاله دي هي هتبقى باسيف او مبني للمجهول، او تحط بعدها فيرب وذ ان اي ان جي. في الحاله دي هيتحول التنس خالص للباست بيرفكت كونتينيوس. ولو عايز تعرف اكتر عن الباست بيرفكت كونتينيوس هتلاقي لينك للفيديو بتاعه موجود مع الفيديو ده. استنوا فيديو ان شاء الله بعد ده على طول، هنتكلم بقى عن الفرق ما بين الباست كونتينيوس والباست بيرفكت كونتينيوس بامر الله يعني. فثانك يو فيري ماتش يا شباب، نتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم، وما تنسوش بقى الاكزامبلز اللي تحطوها في الكومنتس يعني if you have any questions. فثانك يو فيري ماتش اجين، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.